السلام عليكم، اهلا بكم. تلاوة اولى ثانوي النهارده عندنا مسالتين مهمين جدا على موضوع الخطا المطلق والخطا النسبي. كانت في ناس طالبه في التعليقات مسال عليهم. جمعنا مسالتين مهمين، افكار عاليه شويه عن الموضوع. انا عارف ان طبعا حالات علوم كتير، فضل فكرتين عاليين شويه عايزين شويه تركيز. السؤال الاول بيقول لي: اذا علمت ان كتله جسم تحسب من علاقه 5 موجب او سالب نص كيلو جرام، والسرعه بتاعته ب2 موجب او سالب 2/10 متر على الثانيه، عايز يحسب الخطأ المطلق والخطأ النسبي في حساب طاقة الحركة. طاقة الحركة كي اي بتساوي نص ام في تربيع. اول خطوة في الحل، لو في اي اس وانا بحسب الخطأ المطلق والنسبي لازم يتفك، زي الفي تربيع كده. في تربيع دي لازم افكها، يعني هيبقى الشكل بتاعها عبارة عن نص ام الفي تربيع، اصلها في في في، نص ام في في في. وبعدين ابدأ احل بقى العملية، عملية ضرب. الضرب والقسمة بمشي بنفس الخطوات. أول خطوة في الحل بحسب الخطأ النسبي بتاع الكمية الأولى اللي هي الكتلة. أطلع الكتلة فوق، أقسم الصغير على الكبير، أقسم نص على 5، هيطلع 1/10. وبعدين أحسب الخطأ النسبي بتاع الكمية التانية اللي هي السرعة، R بتاع السرعة خطأ نسبي، بقسم الصغير على الكبير، يعني هقسم 2/10 على 2 فيها 1/10. وبعدين احسب الخطأ النسبي للسرعة كمان مرة عشان هي مرتين، برضو بقسم الصغير على الكبير، 2/10 على 2 برضو، يطلع برضو نفس الكلام 1/10. وبعدين احسب الخطأ النسبي الكلي. الخطأ دايما بشكل عام سواء خطأ مطلق او خطأ نسبي، الخطأ دايما بينجمع. الخطأ عمره ما ينطرح ولا ينضرب ولا يتقسم. الخطأ سواء مطلق او نسبي دايما بينجمع. فانا اجمعهم كلهم، اما اجمع 1/10 زائد 1/10 زائد 1/10 يطلعوا 3/10. وبعدين احسب الخطأ المطلق، ده اللي فيه فكرة بقى بالنسبة للناس وبيلخبطها. الخطأ المطلق اللي هو الدلتا، بحسب لطاقة الحركة، يبقى دلتا كي اي او دلتا اكس عادي، صح؟ بيساوي ايه؟ الخطأ المطلق بيساوي الخطأ النسبي في القيمة الحقيقية. الخطأ النسبي معايا طلع 3/10 اهو في القيمة الحقيقية بتاع طاقة الحركة. ركز في دي بقى عشان دي مهمة شوية. بطلع على فوق على المعادلة الأصلية اللي هو مديها لي، الكي اي بتساوي نص ام في تربيع، وفي جنب كده أعوض، أدي نص. الكتلة الحقيقية معايا بكام؟ ب5. في السرعة الحقيقية بكام؟ ب2، بس دي كل تربيع، 2 تربيع ب4. آلة حاسبة يطلع حاصل ضربهم ب10، دي القيمة الحقيقية لطاقة الحركة. أنزل أعوض عن طاقة الحركة الحقيقية ب10، يطلع حاصل ضربهم دول ب3. طب وحدة القياس بالمعادلة برضو، النص طبعا ملوش وحدة، الكتلة بالكيلو جرام اهي الكيلو جرام في مربع السرعة. انا عارف ان السرعة بالمتر على الثانية، مربعها يبقى متر تربيع على الثانية تربيع. طب والسرعة العامة بتاعت الخطأ؟ السرعة العامة بتاع الخطأ باخد اخر رقمين، باخد دول، ادي القيمة الحقيقية 10 موجب او سالب الخطأ المطلق 3، والوحدة كيلو جرام في متر تربيع على الثانية تربيع، دي هتمثل طاقة الحركة. ده مثال من الأسئلة العالية شوية والمهمة. مثال تاني أعلى منه شويتين، هو مش فكرة امتحان برضه بس لازم ناخد فكرة عنه، يعني ممكن تيجي حاجة زي كده في امتحانات قدام ولا حاجة. السؤال بيقول لي: إذا علمت أن الإكس بتساوي 50 موجب أو سالب 3 متر، عايز الخطأ المطلق والخطأ النسبي في حساب جذر إكس. الإكس بتساوي 50 موجب أو سالب 3، عايز الخطأ المطلق والنسبي في حساب جذر إكس. عشان بس أقرب الفكرة أو المفهوم، بصوا معايا كده. لو أنا فرض في نفس السؤال ده كان عايز الخطأ المطلق والنسبي في حساب إكس تربيع. إكس تربيع دي أصلها إكس في إكس، فأنا هحسب الخطأ النسبي بتاع الكمية الأولى عشان العملية عملية ضرب، إيه زي المسألة اللي فاتت. هحسب R بتاع إكس، بقسم الصغير على الكبير، يعني هقسم كام؟ 3/50. طب واحسب ار اكس كمان مره، بقسم الصغير على الكبير برضو 3/50. واحسب الخطا النسبي لكل بتاع القياس. بنعمل ايه؟ دايما الخطا بينجمع، فانا هجمع 3/50 زائد 3/50، او اقول له 3/50 × 2. تنفع كده؟ ايوه تنفع. اجمعهم مرتين او اضرب واحده في 2. عارفين الاتنين دي هي مين؟ هي الاس بتاع اكس اللي فوق ده. طيب لو كان اكس تكعيب يبقى انا هضرب في 3، لو كان اكس اس 4 هضرب في 4. طيب لو كان جذر اكس زي المثال بتاعنا ده كده،
الجذر اكس ده لما احب اشيل الجذر واستبدله باس، الاس هيكون اس نص. جذر اكس دي يعني اكس اس نص. طب لما اجي احسب الخطأ النسبي الكلي، انا هضرب بقى هناك 3/50 في كام، بدل ما كنت بضرب في 2 هضرب بقى في الاس بتاع اكس اللي هو قد ايه، اللي هو نص، يطلع 3/100 اللي هي 3/100. ده هيمثل الخطأ النسبي الكلي. طب والخطأ المطلق دلتا جذر اكس هتساوي الخطأ النسبي في القيمة الحقيقية اللي هي جذر اكس دوت. الخطأ النسبي قد ايه؟ طلع 3/100 في القيمة الحقيقية جذر اكس الحقيقية، اكس الحقيقية ب50 اهي. حاصل ضربهم آلة حاسبة يطلع معايا 2/10. طب والوحدة بقى، الناس الشاطرين يقول لك الوحدة متر أس نص. تقول له عرفت ازاي؟ ما هي اكس أس نص، انا احط اكس بمتر يبقى متر أس نص او جذر المتر، صح. طب والسرعة العامة زي ما قلنا في المثال اللي فات اخر رقمين، يبقى جذر 50 موجب او سالب 2/10 والوحدة بالمتر أس نص. ده سؤال عالي شوية كفكرة، قلنا برضو نوضحه عشان لو جيت جاء مثلا فكرة زي في الامتحان ولا حاجة. الفكرة كلها بتاع السؤال بس في الأس بتاع إكس اللي فوق ده، قلنا هنستبدل الجذر التربيعي بإكس أس نص. إكس أس نص دي لما أجي أحسب الخطأ النسبي الكلي، بضرب قيمة الخطأ النسبي اللي هو بقسم الصغير على الكبير، وبضربه في الأس بتاع إكس اللي فوق اللي هو أس نص ده. أرجو تكونوا فهمت المثالين دول، هما مثالين مهمين جدا على موضوع الخطأ المطلق والنسبي. لو في حد طلب برضه حاجة تانية بالنسبة للدرس الأول أو الدرس التاني أو الدرس التالت، في أجزاء مش فاهمهم فيهم، يكتب في التعليقات وأنا هرفع قريب إن شاء الله. وبإذن الله قريب آخر الأسبوع هنرفع لسنة تالت سنة، وإن شاء الله هنتكلم عن قوانين كيرشوف، وهنتكلم عن الرسم البياني بتاع قوانين أوم للدائرة المغلقة. أرجو يكون كلامي فاتكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.